أهلا بكم مشاهدينا، عدنا للحديث عن مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحجام خاصة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص. حاضر معنا سي أمير التركي رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين، مرحبا بك. يعيشك يعيشك، نورتنا سي أمير، وألف مبروك على هذا المنصب الجديد وهذا اللقب الجديد. سي جمال الكسيبي، يا مرحبا، رئيس الجمعية الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العموميه، مرحبا. اهلا وسهلا بكم. يعيشك. نبداو بك سي امير، نقول لك مبروك على هذا المنصب، تعطينا بايجاز فكره عليه، والبارح زاد كذلك عندكم كان كعماده المهندسين عندكم جلسة كان عامة. جلسه عامه تحكي لنا عليها ومن بعد نتحدثوا على مشروع هذا القانون. يعيشك، شكرا نصاف، شكرا ليك وشكرا لطيف على الدعوه هذه. بطبيعة هو تشريف وتكليف جديد التونسي، نعتبره معناتها على امتداد تقريبا 30 سنة من حياة ومن تاريخ الاتحاد المتوسطي للمعماريين. كنا كتونس كنا كبلد يعني مؤسس وباعث لهذا الاتحاد المتوسطي منذ سنة 1994، يعني قريب نحتفلوا بالثلاثينية هذا الاتحاد، وتونس كانت دائما حاضرة في الاتحاد هذا في كل الأنشطة نتاعو، نظرا لما يقدموا وما يسعى باش يقدموا من خلال التشاور والتشارك مع كل دول ضفاف البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة الاتحاد هذا اليوم يضم 13 بلد، ولكن هو موسع إلى أكثر من 20 بلد في ضفاف البحر الأبيض المتوسط. ضفاف هذه اللي تقريبا تشمل قرابة نص مليون مهندس معماري حول البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة المشاغل متاعنا مشاغل معماري بشكل عام، يعني نحاولوا باش نحكيوا فيها، نحاولوا باش خاصة تقارب التجارب، هوية الخصوصية المنطقة بالضبط. بالضبط. أكيد بالضبط، لأنه فما عديد الأشياء المشتركة من منطقة لأخرى تختلف مميزات البناء. هي فما اختلافات يعني ظاهريه، ولكن في الجوهر الروح نتاع العماره المتوسطيه هي تقريبا هي نفسها، وهذاك علاش يعني حتى على مستوى موروثنا على مستوى ارثنا المادي ولا مادي نلقاو برشا حاجات موجوده بيننا وبين مشترك. يعني مشتركه، يعني فما اماكن، فما تصور انت كي تاخذ بعض الصور من سيدي بوسعيد وتمشي مثلا للجزر في اليونان تعتقد اللي هما نفس الاماكن نفس التصور، وتقول راني انا كنت هنا موجود، ولكن انت عمرك ما كنت موجود، لان ولكن فما تقارب كبير برشا في التصور، يعني من اسبانيا لليونان لفرنسا لتونس لمالطا لقبرص لمصر والمغرب والجزائر، يعني وفلسطين ولبنان اللي هما اعضاء يعني قارين في هذا الاتحاد. يعني فما برشا حاجات تجمعنا، فما برشا محبه، فما برشا اخاء، فما برشا معناتها تشارك في مواضيع تهمنا الكل، وهذاك علاش الاتحاد هذا يجمعنا. نحكيو على المشاكل نتاعنا نتاع البحر، نتاع بطبيعه التغييرات المناخيه وتاثيرها في البحر الابيض المتوسط، دونك تاثيرها على تقدم على البحر على البحر، وفما مدن مهدده حتى ومعمار مهدد بالتلاشي. يعني وقت هذايا الكل يعني ارث مشترك بكلنا نحاول باش نحافظوا عليه. هذاك علاش يعني الاتحاد هذا يجمعنا اليوم. بطبيعه اني نراس هذا الاتحاد ان شاء الله لمده 3 سنوات. نحن نفتخر بك ونحييك على ذلك. يعيشك يا انصاف، وان شاء الله ربي يوفقنا. بطبيعه كما قلت انا هو تكليف وتشريف، لانه فما تكليف كبير، فما مجموعه كامله مش تشتغل معنا، خاصه اللي احنا عندنا موعد هام وهام وهام جدا اللي هو يعني الاحتفال ب 30 سنه على 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 بعث هذا الاتحاد، واللي ان شاء الله يكون يعني في اطار احتفال كبير برشا، وان شاء الله نواكبوه باللي نجم نعمله. انت ابن المجتمع المدني و عندك روح المبادرة والمثابرة والتقاسم يعني الأعباء مع الناس كل والتشريك، هذا مهم جدا. البارح الجلسة العامة بإجازة شنو كان فيها؟ بطبيعة هي الجلسة العامة فوق العادة، جلسة عامة استثنائية جات يعني كتتم لمجموعة من الـ يعني الحركات اللي عملتها الهيئة نتاع هيئة المهندسين المعماريين للتعبير عن رفضها، للتعبير عن عدم قبولها بالمرسوم عدد 68، وتنفسروه في كلمتين شنو هو المرسوم هذايا وعلاش أثار كل هذه الضجة. المرسوم 68 يعني بطبيعة الهيئة على مستوى يعني مستواها المحلي الاول كهيئه، ثم توسعت على مستوى يعني مجلس الحكماء والعقلاء، ثم ولات مع مجلس المستشارين والكورونمون، يعني التتويج كل هذا المسار
صار البارح في إطار جلسة عامة فوق العادة، حضروها مجموعة كبيرة من المهندسين المعماريين. المرسوم هذا في كلمتين شنو اللي يقول؟ يقول أنه بطبيعة هو فيه 40 فصل، ولكن يقول أنه سيتان دوكري لوا يعني خرج في إطار هام مهم جدا ممضى من عند رئيس الدولة، ويتحدث عن المفتاح في اليد، يعني السيستيم نتاع أو المنظومة نتاع الكليوما، مسمينه الدوكري كليوما، دوكري كليوما. بطبيعة هو في 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 التوطئة نتاعو في التقديم يقول اللي هو جاي باش يحل مجموعة المشاكل اللي هي موجودة في يعني في المنظومة كاملة أو موجودة في يعني السيكتور يعني في القطاع نتاعنا. ولكن وقت تدخل في التفاصيل متاعه تحس أنه هو فيه الكثير من الارتجال وفيه الكثير من اللخط وفيه الكثير من المغالطة اللي هي معناتها جات باش تعقد الوضعية أكثر من اللي هي عليها. احنا اليوم يعني في باش نقول أنه وضعية القطاع الكل وفي حضور سي جمال توي أكد الشيء هذا، القطاع يحتضر منذ مدة طويلة برشا. القطاع يعني وقت اللي نحكي على القطاع معناتها نحكي راهو من المهندس المعماري للمهندسين في كل الاختصاصات، للمقاولين، للباحثين العقاريين، لليد العاملة معناتها الكفأة، ولا اليد العاملة الثانوية، نحكيه على كل الناس اللي تشتغل. يعني راهو سيتان سيكتور اللي هو فيه تقريبا معناتها بين 1.5 مليون وزوز ملايين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، معناتها نحكيه على الناس اللي تعمل الخزف، والناس اللي تعمل البيبان، والناس اللي تخدم في الألومنيوم، والناس اللي تعمل في المسامر، والناس اللي تعمل في الدهن، يعني مجموعة كاملة هذم كلهم داخلين القطاع. واضح فضل. وصلت فكرتك أمير تركي. أنا عملت تقديم زدت ما عطيتش فكرتي. لا هذا الوقت ما يسمحش برش. سي جمال الكسيبي حضرتك رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، هذا القانون هذا الدوكري لوا تتوضح للسادة المشاهدين شنو علاقتك به، والمهندسين يعني عندهم ملاحظات وعدم رضا على منطوق الفصول 2, 4, 8, 10, 12, 14، وحضرتك كذلك معناها الجامعة الوطنية مؤسسة البناء والأشغال العمومية كذلك عندها ملاحظات على منطوق بعض الفصول، تتوافقوا في أشياء وتختلفوا في أشياء، تفضل. هو المرسوم اسمه عفوا تحسين نجاعت، يعني نبدأ بالتحسين بعدين نجاعة لفكاسيتي إنجاز لإكزيكسيون تاع المشاريع العمومية والخاصة. مبدأ خارق العادة، والحقيقة ترى أنا من الناس اللي نقول أنا من واجبي كمنظمة وطنية وكجامعة بالخصوص أني نخدم مع السلطة التنفيذية وخصوصا مع الإدارة أن نتعاون. أنا بالحق نحب نشكر شكر خاص السيد وزير التخطيط والاقتصاد. علاش؟ لأنه هذايا أوديبار كان مشروع تشاركي. احنا وقتها عيطونا في دار الضيافة في كارتاج 22 مارس على ما أظن، وكان حضور كثيف على 150، يعني نتذكر كانوا 80-150، وصارت حتى شوية هكا مشاكل لوجستية نهارتها، والناس عطات رأيها. عطيت رأيك أنت؟ بيسير احنا لا تم تغييب المهندسين المعماريين يعني مشروع التشارك والاقصاء المهندسين الموجودين. شوف انا علاش نقول هذا، نشكر واحد لانه الضغط اللي على توا الخيان اللي في الاداره ضغط رهيب، وانا نفهم ملزمنا نفهموا كيفاش الالغوريتم دي ديسيزيون في تونس، كيفاش قاعدين ناخذوا في القرارات. يعني الانطلاق تلقاه انطلاق جيد ساعات، وبعد كي يدخل في الماكينه ويمشي في الصياغه وفي كذا ساعات نضيعوا الاصل. خلينا نقول للتواسه الحاجات الايجابيه، راهو حاجتنا بشويه ايجابيات لانه معناها السلبيات صحيح موجوده ومن واجبنا باش نقضوها، وانا كواجبي كنقابي اول حاجه انه نشوف السلبيات مش نشوف الايجابي. شوف جاء بعده فصول فيها تسريع انجاز المشاريع العموميه، وما ثماش معناها مشاريع خاصة، ما ثماش استثمار خاص، إذا كان ماش استثمار عمومي باش نبداو واضحين. الفكرة نتاعو أنه يعدل ولا يصلح عدة نقائص موجودة في القانون هذا، في القوانين بصفة عامة، معناها من هنا يصلح، مثلا حكى على صلح ولا حكى على الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، راهو عندنا 7000 مليار دينار ما يخدم فاسيلمون 60,000 تونسي
ما زالت في الأخذ والرد والعطاء. إن شاء الله توا بالتصليحات هذه وهذاك اش باش نطلب بعدين، لأنه هذوما القانون هذا باش يتفعل يلزم النصوص الترتيبية تخرج، يلزم النصوص الترتيبية تخرج وتصلح الهنات، لأنه فيه هنات. أول حاجة تصلح الهنات ومن بعدين التسريع فيها خل نخدمه، لأنه راهو ما ننساوش هذا من أهم المراسيم الاقتصادية اللي خرجت. معنا على الأقل نهارتها في 19 أكتوبر يظهر لي رائد رسمي خرج ثلاثة مشاريع اقتصادية، ثلاثة مراسيم اقتصادية وأمر اقتصادي. نقولوا الاهتمام بالاقتصاد دونك بالمسألة الاجتماعية ابدا. وهذا نحب مثالش نقولوه للخيان اللي يخدموا، نقول لهم بارك الله فيكم، خاطر ساعات نحس فيهم بحباط. انا كنت حاضر في ايام المؤسسه في سوسه وانت حاضره، ما عادش حاضره نهارتها على السيد وزير الاقتصاد بالفعل. الناس كل تنقد، صحيح لازمك تنقد، لكن ما يسالش الناس هذيك والكيب نتاعه. هو نحيوا الحقيقه السمير عنده رحابه صدر كبرى يعني، وعنده اهتمام يمشي طول البروبليم. نمشي طول احنا طول البروبليم تو، نمشي طول نقول لك انا القطاع الخاص للمشاكل ونحط في يدينا اصبعنا على موضع الداء. هذايا يلزم الساعه ينجح برشا حاجات فيه ومن بعدين نتعرضوا للنقاس. يا اخوي يبارك فيكم، خاطر زاد خرج معه ما في نفس النهار المرسوم تاع الانتزاع المصلحه العامه، راهو معطل الاف المشاريع. عيما اقول يعني هذوما خرجوا لنا المناشير التطبيقيه يبارك فيكم في اقرب وقت، لان الاداره بتاعنا وفي العالم زاد تخدم بالمناشير التطبيقيه. يقبل المناشير التطبيقيه مش من الواجب انه تجاوز الهينات يعني في منشور جديد عندنا زاد كيف يلزم نجاحات. توا البلاد حاجتها بنجاحات يا اخوي، مشروع لرفير يلزم يتسلم، مشروع لرفير يلزم يتسلم، خلي البلاد تحس بنجاح. نبداو بمشاريع، عندك عده مشاريع نتاع قطاع شراكه ما بين القطاع العام والخاص. اتحاد الشغل زين الدين طبوب نهارتها في سوسه يقول لك وين هما؟ يعني قبل كانت لا وبالكش الاتحاد ويحب وما يحبش وكذا، الناس كل فاهمه البلاد تو ما تخدم. تدرك الخلل. احنا شو نقولوا؟ نقولوا تو الاقتصاد بتاعنا يلزم يدور. خلينا نعيم مع بعضنا واحد. عندنا الفوسفات يلزم يدور، عندنا مدارات الثراث الجديد يلزم يدوروا، عندنا الطاقه البديله يلزمها تخدم. المرسوم هذا حكى برشا على الطاقه البديله وحل برشا اشكاليات، راهو اشكالياتنا في التفاصيل. حتى السيده نيله نويره الجنجي في ايام المؤسسه وهي يعني تقرا خطاب السيد رئيس الحكومه تحدثت انه توجه كبير نحو الطاقه البديله. يلزمنا شوف يعني في تونس حشومه عيب، مش نقول لك انت بلاد تستورد في الطاقه والطاقه عندك في دارك، معناها يفور الكوراج دافرونتي لي بروبليم. عندك ثلاثه دقائق باش نكمل فيهم الواحد ونعطي الكلمه سمير كلمه ودقيقه دقيقه للاسئله. هنا وصلنا لنقطتين. قطاع السكن لانه تم التعرض ليه باحتشام البيع الاجانب، وهذا البيع الاجانب راهو الدول اللي سبقتنا جعلت منه رافعة وممول للسكن الاجتماعي. يعني انت كي تبيع الاجانب وهو قال عليه الدكري بسقف معين، لازم يكون سقف معقول، وش مش تعطيه ك معناها كافونتاج على الاقل حق الاقامه، مش يحرك لك قطاع البناء والاشغال العامه اللي هو توا موان 10% سنه برك، معناها موان 10% معناها خسرنا 50,000 موطن شغل اللي ناس هذايا. بعدين عندنا عده اخلاقيات. الموضوع اللي ذكره توا سي امير نتاع الكليوما راهو في الاصل ما كانش كليوما، انا كتبت وكنت حاضر والمجموعه الفريق اللي حاضره معايا ومعانا السيد الوزير كتبنا مشاريع او بي سي. ايش معنى او بي سي؟ دراسه بروكيرمنت شراءات. هذا كيفاش تعطي، خاطر مش تدخل شويه في التفاصيل، كيفاش تعمل طريقه نتاع كيفاش تعطي مشروع باش تخدم الماكسيموم ولاد بلادك وتعطي قيمه مضافه. من لو بي سي انجينيرك، معناها انجينيرك وحده يبدا يدخل بشراكه مع الواحد، هذيك اللي تجيب لك الخبره. احنا ما حاجناش مؤسساتنا ما حاجناش شركات اجنبيه توريها الخدمه، حاجتها بخبرات في ميادين معينه تعملها، وهذه البلدان الكل عملتها الطريقه هذه باش حقت القيمه المضافه. اهي كي خرجنا لقيناه يحكي على الفصل الرابع تعتمد على الكليوما. كليوما خطر اليد. احنا مثلا لتوا ثاني مره ولا ثالث مره نطلب من السيد
وزير النقل لقاء باش المشروع نتاع مطار كرطاج توسعته يخرج بطريقه يسمح للتوانسه وبكفاءات التوانسه انها تخدم. هذا مش سني با ان ديتاي سي امبورطون. عندنا نقطه اخرى مهمه جدا اللي خرج وقلت لك راهو ثمن النقاط الاخرى، معناها خاطر على 18 فصل عندك ثلاثه نقاط وفينا عندنا احنا نحينا منظومه مراقبه الصفقات الوطنيه، قلنا لا تو يمشي الممول الاجنبي طول هو اللي يراقب. سي جمال وقتها خرجنا على النص وخرجنا على السياق على 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 السياق نتاع تثمين الاقتصاد التونسي. سي أمير تركي أكيد ما أتاش على كل النقاط لأنه عندي نقاط أمامي. لا مش ما أتاش أنا خايف، لكن أعطينا نحكيو في المبدأ بالطبيعة في الأساس. شوف مع كل احتراماتي لسي جمال، دقيقتين سي أمير والله شوف خذ ربع ساعة مش ناخذ أنا دقيقتين. أنت خذيت ربع ساعة قبل وزاد ما خذيتش ما يساش ما نتخالفوش. شوف منظومة المفتاح في اليد هي منظومة لا هي موجودة في عاداتنا وتقاليدنا ولا تتلائم مع نصوصنا. نوضحوا المنظومة هذه تقول أنه بطبيعة تختلف هي من بلد إلى آخر، تنجم تكون المقاول أو صاحب المشروع أو صاحب الإمكانيات، يعني الانفستيسور البعث عقاري أو بعث يعني الانفستيسور اللي عنده معناتها الفون التمويل هو اللي يولي مسؤول على العملية. يعني هي بطريقة ضمنية ولكن هي بطريقة كذلك موضوحة هي الدولة متاعنا اليوم تعبر على معناتها استقالتها من مهمتها. يعني الدولة اليوم تقول لك راهو أنا مش نخرج، ما عادش انا نعرف كان ندفع الفلوس، هني انا موجوده لتالي وتفضلوا انتم كونوا بعضكم. يجي المقاول يولي المهندس المعماري والمهندس في الاختصاصات الكل ولا شو اسمه مكاتب الدراسات ومكاتب البيروت كنترول يوليوا كلهم تابعين او يشتغلوا في المنظومه هذه، يشتغلوا تحت المقاول او تحت صاحب المشروع. يعني تتخيل انت انا مش نولي خصم حكم، انا وقت يبدا سي جمال الكسيبي هو اللي خدم فيا ونشوف انا ديفويت في الشانتي وهو اللي خلص فيا، اش نعمل؟ عين رات وعين ما راتش؟ سبحان الله. راهي المنظومه هذه راهو يلزمها ريسك، لا يلزمها تاهيل، يلزمها ريفون جينيرال نتاع المنظومه كامله. يعني ادارتنا اليوم اللي هي خرجت هالنص اللي ما جا شيء مع كل احتراماتي ليه ومنظمه طرف رئيس الدوله، المنظومه هذه ما تنجمش اليوم ادارتنا نفسها مش حاضره ليه. لي دوسيي دابيل دوفر اللي مش يتعملوا، ادارتنا ماهيش حاضره للمنظومه هذه، احنا كمهندسين مازلنا ما احناش حاضرين، المقاولين نتاعنا سامحني هذه مجعوله باش يقول لك راهو المقاولين اليوم مش يوليوا هما اصحاب المشاريع وهما اللي مش يعطيوا رايهم وهما اللي مش يقوموا باللي ما قامتش به الدوله. والمشاريع المعطله عمرها ما كانت معطله من طرف المهندسين، وعمرها ما كانت معطله من طرف المقاولين، المشاريع المعطله هي معطله من اجل الاداره مش عارفه روحها وين تمشي، والمشاريع اللي تبدا دراستها في عام 2010 وتحب تبنيها في عام 2020 بنفس البيدجي ونفس الميزانيه معناتها ماك فاهم حتى شيء وماكش مش توصل حتى شيء. دونك احنا اليوم ما نجموش نكونوا احنا ضحيه واحنا الطرف الضعيف كما قال سي 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 جمال عيطوا له وشاركوه، احنا تم اقصائنا من كل شيء رغم اللي احنا معناتها الارتيكل 10 الفصل العاشر من القانون يقول انه احنا في كل المجال نتاع تدخلنا احنا ما نحكيوش لا في الطب ولا في المحاماه، نحكيو في مجال اختصاصنا واحنا رقم واحد في الاختصاص حبه من حبه وكره من كره. احنا في هالمستوى هذه يلزم استشارتنا، عمرها ما تمت استشارتنا، نطلبوا من وزير التجهيز، نطلبوا من رئيس الحكومه، طلبنا كذلك الان حتى باش نقابلوا رئيس الدوله. اليوم احنا خارج المنظومه هذه وتحبوا من بعد كل شيء يرجع المهندس المعماري، ماهوش معقول. اليوم نعطيك مثال وهنا نوافق سي جمال، يقول لك انه مثلا هالمشاريع هذه بطبيعه مش نعطيوها للمقاولين ونعطيوها للباحثين اللي عندهم امكانيات. اليوم المقاولين ونسبه كبيره من المقاولين سي جمال ياكد كلامي ما هياش قادره باش تعطي شهاري نتاع المواطنين نتاعها باش غدوه يعمل لك هو مشاريع نتاع عشرات المليارات باش هو يلفالي جيري، ما يصير حتى شيء. معناتها في اخر الامر باش يجيونا الناس من برا، مش تجيك الصين وما ادراك الغول الصيني باش يجيك لهنا، ووقتها لا عاد تلقى وقت لا للمقاول التونسي ولا للارشيتكت التونسي ولا للانجنيور التونسي ولا حتى اليد العامه التونسيه. المشروع الصيني من اليفه الى يائه الى طباخه إلى كل شيء كله طاقم عمل صيني يجي يكمل خدمته في وقته ويروح، وهذا ما حدث في مشروع الأكاديمية نتاع الدبلوماسية اللي موجودة في المقابل ولا الأمثلة عديدة. تعليقك في دقائق مقتضبة. شوف المرسوم هذايا في ثواني يقولون المرسوم هذايا يلزم إصدار المناشير التوضيحية ويلزم تصليح ما يمكن اصلاحه. راهو مره اخرى نقول باش بتوانسه يسمعونا، واحد راهو فيه
الحقيقة معناها في وصوله عدة حاجات تحلت، لكن لهنا لازمنا نصلحوها، لازمنا هذه اليوم ما نوضحوها كما قلت لك. احنا كنا طالبين باش ما نغلطش تاريخ اخرى، هم عندهم ملاحظاتهم نفس على نفس الشيء، ولكن في الاخر بالكل خرج في الشكل هذا. ايه مش يتعامل مع احلام، لازمنا نسحب. هو السيد وزير اعلن اللي عنده قانون وقعوه وعيتونا الحقيقه. زاد قصه لك اليوم ما يلزمها مراجعه، شنو يخلي المراجعات سي جمال؟ احنا عندنا مراجعه كبيره سي جمال، منظومه التونيبس. شوف منظومه التونيبس اللي هي معناتها احنا نفسنا راهو بعشه فيفيه، ولكن منظومه التونيبس مش نعطي مثال صغير من غير سامحني سي جمال. منظومه التونيبس اللي هي معناتها منظومه الشراء العمومي على الخط، معناتها منظومه حلوه برشا تحفونا برشا، ولكن على مستوى التطبيق ماهوش قادره. يعني اليوم اش يقول لك في النص هذا؟ راهو اش يقول وقت اللي انت مش تبعث، تعرف لي مثلا الماده نتاع في الدراسات مش نعملوا مثلا مش نعملوا مشروع المشروع هذا يقول لك لازم كي تبعثوا ما يفوتش ال 20 ميجا. تعرفش معناتها انا توكي ناخذك تصويره اوت ريزوليوشن نفوت ال 20 ميجا؟ معناتها تخيل انت مشروع كامل يجيش في ال 20 ميجا. سامحني الوقت وفي خلينا هذه مثلا من المشاكل. قلنا لهم يا ناس راكم عملتوا مارش ريير للرقمنه، ايه عوض ما تقول لي لا اخدم على الكلاود، تقول لي لا ابعث بابي اخدم على الكلاود. الجامعه نتاعنا اللي نتاع تيك نتاع التكنولوجي انفورماسيون جات تقول لك انا نساعدك باش تعملها، وهذه حاجه سهله. لذا ثم هنات مش كان هذه. وكيف تعطي كلمه ممول لجنه بانه يراقب لك المشاريع؟ راهو عندنا مصيبه في تونس اسمها اعطينا الخدمه للاجانب. راهو ثم ناس وطنيين برشا كفائل. وثم عندنا ناس بيت في الليل تطرس باش المشروع ما ياخذوش تونسي، بيت الليل تطرس كيفاش السلعة هذه كنجيبها من برا. قبل كانت عندي حماية من لجان الصفقات، تو ما عندناش حماية. اسرح وحدك اذا كانت عدى من عند معناها لدونور دورد المشروع بيبليك البير دو فون الاجنبي، ما يهموش انت عندك قيمه مضافه تونسيه ولا مش تونسيه، مشاكل اخرى. شكرا هي من المشاكل ان شاء الله صلحوها ان شاء الله باش نرجعوا على الموضوع هذا. لا الوقت وفاء امير، اسف جدا امير تركي رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين، نجد التباريك والتهاني بهذا المنصب، وان شاء الله ترجع بحذانا في ثلاثينيه هذا الاتحاد. سي جمال الكسيبي رئيس الجامعه الوطنيه مؤسسات البناء والشغل العموميه، نلخصوا الكلام انه تعديلات واجبه ومراجعات في العمق لهذا القانون اللي غيرها سي جمال انه اضاف اشياء ولكن غابت عنه اشياء. اسف اني تعسفوا عليكم. سمحني والله حبيت تسمع سي خالد. انا كنت منتظر بعد 12 سنه نبداو نخدموا، القاول واحنا رجعنا للمربع الاول. وشكون جات الدجاجه قبل ولا العظم القبل؟ قبل نخدموا سي خليفه تنخدموا. لا وقفنا راه عندها ماليه وعندها اهل. وقتاش تشوفك انا اكثر حاجه شكرا لك. اكثر حاجه نكرهها تو هي مش نشكرك على تفاعلك. ونصلحوا ونخدموا. شكرا لكم خالد عبيد جزيل.